خلينا نتكلم شويه في رمضان. يومك ايه في رمضان؟ تعمل ايه من اول ما بتصحى لحد ما بتنام؟ يومي في رمضان ببقى مهتم بال 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 زي ما بيقولوا كده اللي هي الشعائر الدينيه اكتر، لان هو شهر واحد فبيبقى تركيزي كله طبعا. في رمضان الاهتمام بالشعائر الدينيه كلها. ببقى لو في تمرين او حاجه بقضي التمرين، يعني انا من الناس اللي بتيجي قبل التمرين بساعتين وممكن امشي بعد التمرين بساعتين. في رمضان لا، بحاول بقدر الامكان ان انا ادي للتمرين حقه في الوقت بتاعه، بعد كده برجع البيت. يعني بيبقى وقتي كله في البيت والمسجد، يوم قليل اصلا لان المسجد لازق في البيت، فوقتي في رمضان المسجد والبيت طول الوقت. يعني لو في تمرين بخلص تمريني وارجع على طول. يعني انت من اللعيبه اللي بتحب تلعب وانت صايم؟ جربتها كتير جدا. وفي رمضان مستحيل هفطر طبعا، يعني حتى لو في مباريات، بس ده ما حصلش في الدوري الممتاز قوي، يعني ممكن مره او اتنين. لكن في الدرجه الثانيه كنت على طول بلعب وانا صايم. في ايام بصوم فيها اللي هو النوافل، بصوم فيها لما يكون في ماتش ودي او تمرين، بتعامل عادي يعني بقدر. هل في حاجه معينه في رمضان بتستناها؟ يعني مستني رمضان عشان حاجه معينه، او مستني عشان دي العزومات اللي في رمضان بصراحه، بس كده. عزومات بس يعني انا بعيد عن الشعائر خلاص. بس لا، مش اكل، مش موضوع اكل. انا شخص اصلا مفيش علاقه علاقتي يعني بالاكل غير جيده خالص. يعني علاقتي بالاكل وحشه جدا. يعني ليه كنا لسه ندخل لا علاقتي بالاكل زيرو، علاقتي بالاكل وحشه جدا. ليه كده؟ مش يعني الموضوع ده ما بيشغلنيش قوي، لكن ذواق يعني ولا في اكل معين بس وخلاص؟ والله العظيم باكل حاجات واكتشف في الاخر ان حاجات تانية. والله بجد أساساً. والله العظيم بجد. طب مراتك فين من ولا الموضوع ما ده؟ بتقعد تضحك على الحاجات دي. يعني مثلا تقول لي مره والله بجد كانت عامله لي اكله معينه، فقالت لي ايه رايك في الفراخ، حلوه؟ قلت لها تحفه حلوه. وهي طلعت في الاخر ارانب، فاهم؟ عادي. يعني عمري في حياتي من اول ما اتجوزت لحد دلوقتي ما عملت مشكله على الاكل، لا في بيت مامتي ولا في بيت يا ده مريح جدا خالص. يعني الموضوع ده